لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، أنا أخوكم في الله إسماعيل كاتشار، مدير مركز إخلاص الإسلامي في مدينة تكلوبان، وها نحن الآن في هذا المركز في شهر صفر عام 1440. قد بدأنا هذا الأسبوع الرابع في مدرسة الإخلاص هنا في هذا المركز المبارك. وأيها الإخوة، أشهد الله سبحانه وتعالى بأن هذا المركز يعتبر منارة من منارات العلم في هذه المنطقة، في منطقة الثامنة في وسط الفلبين. الطلاب ولله الحمد كل أسبوع ما شاء الله متحمسون لكي يأتون ويتعلموا أمور دينهم ولله الحمد، ويأتون من أماكن بعيدة، ساعة ساعتين من منطقة، وفي جزيرة يركبون قارب ويركبون سيارات عامة لكي يصلوا لهذا المركز ليتعلموا أمور دينهم. فأيها الإخوة، والله ثم والله أن هذا المركز يعني له دور كبير في تعليم وتبليغ دين الإسلام ولله الحمد في هذه المنطقة، منطقة الثامنة. فلذلك نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا بأن وفقنا بالقيام في هذا المركز، في أنشطة المركز الدعوية، ومنها مدرسة الإخلاص الإسلامي. وكما لا ننسى أيضا أن نشكر كل من ساهم في هذا المشروع، خاصة في مدرسة الإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال.